بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، نقرأ اليوم إن شاء الله من باب التنويع في كتاب يسمى حياة الصحابة، وهو كتاب قيم جدا ونافع جدا بإذن الله. ألفه رجل مسلم من أقاطي الهند، هو الشيخ محمد يوسف الكان دهلوي رحمه الله تعالى، وهو رجل عالم فاضل صالح، داعية كبير إلى الله، أسلم على يديه عشرات الآلاف واهتدى من الضلال من المسلمين على يديه عشرات الآلاف أيضا. كان في الهند وزار كثيرا من دول العالم الإسلامي، فاهتدى على يدي هذا الرجل آلاف مؤلفة من المسلمين ومن غير المسلمين. وألف كتابا من خلال أسفاره أراد أن يعرف المسلمين بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحملوا وكيف صبروا وكيف جاهدوا وكيف بذلوا أموالهم وكيف اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، فدانت لهم الدنيا وكانوا سادة في الدين. وألف هذا الكتاب الطيب القيم العظيم الذي سماه حياة الصحابة، واشتهر هذا الكتاب اشتهار عظيم، لا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات التي تبيع الكتب الإسلامية إلا ويوجد فيها مثل هذا الكتاب. لذلك من أراده والله إنه كتاب قيم، فليتخذه له مؤدبا منشطا معلما في بيته. الكتاب من ثلاثة أجزاء، فيه عن حياة الصحابة في كل شيء، يبتدئ من خلال تنسيقه بأن يذكر مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاعة، يذكر حادثة في شجاعة رسول الله، ثم حادثة مثلا في شجاعة أبي بكر، في شجاعة عمر، وهكذا يذكر، ثم ينتقل مثلا كيف كان رسول الله يقزن لسانه، يعني لا يغتاب أحدا، فيذكر حادثة، ثم يذكر عن الصحابة، وهكذا في جميع أبواب العلم رضي الله عنه. فهو كتاب قيم نبتدئ به، ففيه إن شاء الله أنتقي منه بعض الأشياء التي تنفعنا وتهمنا إن شاء الله. يقول الإمام محمد يوسف كندهلوي رحمه الله تعالى: باب في شجاعة الصحابة رضي الله عنهم. شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخرج البزار عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. سيدنا علي بن أبي طالب مشهور بشجاعته، مشهور رضي الله عنه. فمرة كان واقف على المنبر في الكوفة في العراق، وكان في بعد أن تسلم الخلافة انتقل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة، وكان في ذلك سبحان الله حتفه بعد ذلك، لأنه ارتأى أن يذهب إلى ذلك المكان لأن فيه مناصرين له، لكنهم خذلوه، كثير منهم خذلوه، وكان بعد ذلك مقتله في مدينة الكوفة في العراق. فكان مرة يتكلم أمام الناس في مدينة الكوفة يسألهم: من أشجع الناس؟ من أقوى الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين، أنت معروف بالشجاعة والقوة، مشهورة قصة سيدنا علي. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصبت منه، ما تقاتلت أمام مع أحد من الكفار إلا أخذت حقي منه، يعني كنت أنا القوي، أنا المنتصف، أنا القادر على الأخذ الحق منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس، يعني مو أنا. قالوا: لا نعلم، فمن علمنا أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه. الله أكبر. ولعل إخواننا من الشيعة يسمعون فينتفعون، سبحان الله العظيم. هو علي رضي الله عنه، هو سيدنا علي يقول هذا الكلام، يقول: أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه، إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، جعل لرسول الله شيء من الظل، شيء من أوراق الشجر، بنوا له عريشا صغيرا يجلس فيه فيراقب أرض المعركة. فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي له أو إليه أحد من المشركين؟ مين بوقف جنب سيدنا النبي عليه السلام رسول الله يتعبد الله ويذكر الله ويدعو الله شان يحميه ما أحد يغتاله من خفية أو كذا، أو يجتمع عليه مجموعة لوحده ممكن أن يقابل مجموعة، من يفعل ذلك؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه: فوالله ما دنا منه أبو أحد إلا أبو بكر،
شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يدعو وهو واقف ينظر على المعركة كلها، أي إنسان يقترب يهوي إليه. قال لا يهوي إليه أحد، ما تشوف واحد قرب إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس رضي الله عنهم. كم كانوا يعترفون بالحق لبعضهم، وهذه من المزايا العظام في الصحابة. يعني إذا أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بشيء مثلا من العلم، رأيت أخي أحد طلاب العلم جالس جنبي، مفروض علي أن أقدمه أكرمه أحترمه، قد أزيد عليه في العلم، لكن احترامي له يدل على فقهي وأدبي، احترامي لجاري احترامي لأخي لصديقي يدل علي. سيدنا أبو علي قد يكون هو أقوى من سيدنا أبي بكر، قد يكون أقوى في القوة، ولكن هذا يدل على احترامه وأدبه رضي الله تعالى عنه. هذه أخلاق الإسلام، وهذا أخلاق الصحابة رضي الله عنه. قال وباب في شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قال ما علمت أحدا هاجر مختفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صحابة سنذكر بعد أيام أثناء حديثنا عن السيرة، لما أمرهم رسول الله بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم صاروا يختفون، لأنهم إن علمت قريش بسفرهم وهجرتهم وخروجهم من مكة سيقتلونهم أو سيسرقون أموالهم، فصار كل واحد يتخبى في جنح الليل ويخرج إلى مدينة رسول الله. إلا عمر، يقول إلا عمر، فإنه لما هم بالهجرة نوى تقلد سيفه وتنكب قوسه، تنكب يعني وضع على منكبه على كتفه يعني، والقوس هي شكلها نصف دائري يضع فيها السهام، هذه تسمى قوسا، حط على كتفه وأخذ سيفه بيده وانتضى في يده أسهما، شال بيده أسهم، وأتى الكعبة قدام الكعبة وأشراف قريش بفنائها بظل، ظللون بظل الكعبة، فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة، متجمعين إن المجموعات مجموعات، يجي لعند كل مجموعة فقال شاهت الوجوه، يعني وجوهكم سودة يا كفار، شاهت الوجوه، من أراد أن تسكله أمه أو يؤتم أولاده أو يؤتم أولاده يعني فقدوه يموت فليلحقني خلف هذا الوادي، تفضل أنا جاهز، بحب أهلا وسهلا، أنا مهاجرة بحب يتيتم أولاده فليلحقني خلف هذا الوادي. قال فما تبعه منهم أحد رضي الله تعالى عنه، وهجر إلى مدينة رسول الله وخافوا منه أجمعون رغم أنهم كانوا كثرة وكان واحدا رضي الله تعالى عنه. اللهم ارزقنا شجاعة تطيعنا تجعلنا بها نطيع أوامرك يا رب العالمين، نتبع فيها هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك سميع الدعاء، والحمد لله تعالى رب العالمين.